مخطئ به. تعالوا نشوف نائب رئيس جامعة الأزهر أيضا، وهو يوجه رسائل مهمة ويقول كيف سيتم التعامل في هذا العام، لأنه زي ما بقول لكم أول يوم هو اليوم اللي أنت بتقول فيه هتطبق القانون بحسم ولا لا، هتتعامل إزاي مع الطلبة اللي هيستخدموا العنف، هتتعامل إزاي مع الطلبة اللي هتستخدمهم جماعة الإخوان. الرسالة واضحة من اليوم الأول. اولا يعني كان الامر المكفول في قانون 103 كما هو في قانون 49 للجامعات المصريه كان الفصل النهائي حقا منعقدا لمجلس التاديب، ولكن كانت الاجراءات تكون طويله، فمن الممكن ان يستمر الطالب في مجلس التاديب لاكثر من 3 أشهر حتى توقع عليه العقوبه، ثم يكون من حقه ان يستانف ذلك امام مجلس التاديب الاعلى، ويستغرق ذلك ايضا شهورا. فتم التعديل، إدخال تعديل تشريع على قانون 103 بحيث يكفل لرئيس الجامعة حق الفصل النهائي للطالب الذي تثبت أو يثبت تورطه في أعمال شغب، ولكن بعد تحقيق تجريه الجامعة، ومن حق الطالب أن يحضر في هذا التحقيق محاميا للدفاع عنه إن أراد ذلك، فليس الفصل فصلا تعسفيا وإنما يكون فصلا بناء على تحقيق. فكل القضية أن التعديل التشريعي سرع في الإجراءات بدل أن كانت تستمر شهورا، ومعروف أن القاعدة من أمن العقوبة أساء الأدب، أصبحت الفترة ضيقة، وهذا بإذن الله سيكون رادعا جدا، يعني لا أقول رادعا ولكن أقول سيكون ضامنا لانتظام العملية التعليمية لمئات الآلاف من الراغبين في انتظامها، وسيكون رادعا لمن يخرج عن هذا المسار بالنسبة للطلاب. وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس تم الأمر كذلك أيضا، لأن عقوبة العزل كانت عقوبة منعقدة لمجلس التأديب، ومجلس التأديب أيضا يحضره مستشار من مجلس الدولة، وهؤلاء لهم أعمال كثيرة جدا. فأيضا لتسريع الإجراءات تم التعديل التشريعي بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس. يعني أقول لطلاب جامعة الأزهر، كونوا على الصورة المثلى في العمل بالقرآن والسنة التي ينظر إليها العالم والتي ينظر إليها المصريون جميعا، فكونوا أشد حرصا من غيركم على إظهار الصورة الحسنة وعلى مقاومة الصورة السيئة، لأن الإسلام لا يعرف الصورة السيئة وينبذ الصورة السيئة. فهذا ما أقول لهم، أفرغوا لما خرجتم من بيوتكم لأجله من طلب العلم، وأقول لأولياء الأمور تابعوا أولادكم أن يفرغوا لما خرجوا من أجله من طلب العلم وتحصيله.